السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي ماسة الطبخ. وصفة اليوم هما الحريشات في الفرن اللي فعلا كيدوبوا في الفرن بكل معنى للكلمة. مقاديرها بساطين بحال الحريشات ديال الفرن اللي كان مولفين كنصايبوهم، ولكن بطريقة شوية مغيرة اللي غادي نحتاجو فيهم زلافة كبيرة ديال السميد الرقيق يكون الأصفر، زلافة كبيرة ديال الدقيق الأبيض يكون عامر حتى هي، جوج خمارات حمر، رشة ملح، عندي كاس ديال الحليب ما عامرش، كاس ديال السكر ما عامرش، وكاس ديال الزيت قل ربع. يعني ما وصلش قل ربع نيشان، غادي نوصلو بزبدة دائبة، تقريبا ملعقة كبيرة ديال الزبدة أو ملعقة وربع ديال الزبدة دائبة باش كيولي عندي كاس قل ربع ديال الزبده. يعني ما نديرش الكاس يكون عندي عامر، والزيت دائما يكون غالب على الزبده. عندي كذلك رشه ديال اولا بشر الليمون ولا الحامض وبيضه، غادي نوضعها فيما بعد على بركه الله. في واحد الاناء غادي نوضع السميد الرقيق اللي كنستعمل البغرير، كذلك الدقيق الابيض، غادي نضيف جميع المكونات الجافه، غادي نضيف عاوتاني رشة ملح. بالنسبة للبيضة اللي ذكرتها في المقادير كنت ما حطيتهاش، انا حطيتها. المهم غادي نضيف رشة ملح دابا غير شوية وصافي، يعني فقط غير واحد القبيسة صغيرة، وغادي نضيف السكر، يعني كل ما هو جاف نضيف السكر. كذلك السكر دائما حاولوا تنقصوا منه، ديروا كاس يعني قل ربع، ودائما على حسب الحجم ديال الزلافه اللي وضعتوه. غادي نضيف كذلك جوج ديال الخمارات حمر، انا استعملت كل يعني خميره فيها 8 غرام، ممكن تستعملوا 7 غرام يعني ماشي مشكل. صافي دابا غادي نضيف البشر ديال الحامض او ديال ممكن تبدلوه بالبرتقال، كندير يعني كمية شوية لا بأس بها لأنني ما وضع لا فاني لا حتى شي حاجة، يعني اللي غادي نكه ليا هاد الحرشات من غير هاد الحامض. لذلك كنحاول ندير البشر ديال الحامض نصف حامضة كاملة. بحال هكا كيف ما ممكن تستغناو عليه وديروا فقط واحد السكر فاني، انا كنفضل النكهه ديال الحامض. غادي نخلط هاد المكونات هادو الجافه، وعاد غادي نضيف البيضه والزبده والزيت. نحاول ندمج السميدة والدقيق مزيان. صافي دابا غادي نزيد داك الزيت والزبدة اللي عندي مدابة، قلنا تقريبا كأس قل ربع يكون الزيت فيه غالب على الزبدة، فقط انا استعملت ملعقة كبيرة وربع تقريبا ديال الزبدة المدابة. غادي نحاول نبسبس هاد الخليط مزيان، وعاد غادي نضيف ليه ديك البيضة والحليب بالتدريج حتى تجمع ليا العجين. بالنسبه للعجين يعني ما خاصوش يكون مرخوف بزاف، وما خاصوش يكون جاري، يعني شويه حدو قدو. صافي دابا غادي نضيف البيضه، غنخلطها شويه، وعاد غنضيف الحليب تجمع لي. مهم العجين خاصو يكون شويه ماشي جاري بزاف بحال هكا. انا هنايا من بعد ما درت الحليب درت كاس ديال الحليب ما عامرش، خليته يرتاح واحد شويه، وعاد غنستعملو باش كيكون شاد فراسو وكيعاونك في الخدمه. صافي كنجيب شويه ديال السميد يعني غير شويه، وكندير كرات، وكان كنحاول ندير كرات ونديرهم في الصينيه ديال الخبز يعني اللي انا مفرشها بورق الزبده. ممكن ديروا تدهنوها بالزيت او بالزبده يعني الا كان الاختيار، وترشوها شويه بالسميده. انا هنا استعملت ورق الزبده،
وبنفس الطريقه غادي نكمل ندير كرات كاملين. بالنسبه اللي كتعجبها يعني كتكون الحرشه عليها السميده بزاف، ممكن انكم نديروا الكره تفندوها في السميده، فانا خليتها كيف ما هي، كيجي الشكل ديالها زوين هكاك. ممكن ديروا السميده يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي، وبنفس الطريقه غادي نسالي كاع الحبات او كاع العجين اللي عندي. بالنسبه للحجم انا هنا درتهم كبارين، ممكن ديروهم صغارين بزاف، يعني ديروهم ميني يكونوا صغيرين بزاف، ممكن ديروهم كما درتهم انا كبارين. فهاد الصينيه اللي كيخرج لك تقريبا 20 حبه. في الاخير جبت واحد المرشم، انا استعملت المرشم ديال القلب، ممكن تستعملوا اي مرشم عندكم اولا فضلتوه. وكنديروا شويه في السميد وكنضغط في الوسط ديال هاد الحرشات هذا هادو. المهم الاحسن خاص دوك الحرشات يكون السطح ديالهم يعني رطب، باش ملي كديروا داك القليبات كيجي الشكل ديالهم مزيون بحال هكا. هنا من بعد ما طبعت داك القلب كامل فيهم غندخلهم للفرن يطيبوا، ماشي ضروري يكون من الفوق من تحت، فقط من تحت وصافي. وعاد كنشعلهم من الفوق يتحمروا لان ما بغيتهم لا يتشقوا لا والو. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد الطهي، كيجيو غزالين بزاف وداك المنظر ديال القلب كيجي فيهم باين. ممكن تزينوهم شويه ديال العسل او الكوك او تحطوا معاهم الكونفيتور كمرافق. انا خليتهم هكا كيف ما هما، كل واحد يدير اللي بغى. لكم كامل الحريه في الاختيار. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وجربوها، وما تخلوش عليا بلايك وتشاركوا في القناه. في الملتقى ان شاء الله وصفات اخرى، الى الملتقى، مع السلامه.